مرحبا بكم في حلقة جديدة من حديث الديرة. مناهج التعليم وأدواته وغاياته باتت في السنوات الأخيرة على محك استجابتها لمتطلبات رؤية 2035 الطموحة بأن تكون جودة التعليم ومخرجاته في المراحل الدراسية والجامعية منسجمة مع معطيات سوق العمل. التعليم في المدارس الحكومية يؤسس لقاعدة طلابية تجد في الجامعة ضالتها الأكاديمية والتطبيقية، ولكن ما هي المسافة بين الممكن والمأمول؟ وهل مخرجات التعليم وجودته على قدر ما يصرف الميزانيات وما يوفر من إمكانيات تقدمها الدولة؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محور النقاش مع ضيوفنا الدكتور عادل حسينان نائب مدير الجامعة للتخطيط. أهلا وسهلا فيك دكتور عادل. ونرحب بالسيدة منى اللغاني الوكيل المساعد في وزارة التربية سابقا. أهلا وسهلا فيك أستاذة منى. أهلا فيك. هلا. كما نرحب بالدكتور خالد راشد بن شبعان عضو المجلس الأعلى للتخطيط. أهلا وسهلا فيك. حياك الله أختي. أهلا. قبل البدء في محاور الحديث نتابع هذا التقرير ثم نعود إليكم. فقدان التوافق والتلاؤم بين طبيعة مخرجات مؤسسات التعليم الثانوي والجامعي من جهة ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى، ينتج عنه بقاء أعداد كبيرة من خريجي تلك المؤسسات دون عمل يعانون البطالة والفراغ. الجهات الحكومية في الكويت وحدها تحتاج حاليا إلى 10,000 موظف من تخصصات مختلفة، بالمقابل يوجد 5,000 خريج من الكليات النظرية لا يجدون لهم مكانا في سوق العمل من أصل 16,000 عاطل عن العمل. لذا تحاول الكويت تجاوز هذه الإشكالية. كويت 2035 ستعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات ومؤسسات التدريب المهني في التخصصات التي تتطلبها سوق العمل بإشراك القطاع الخاص في اقتراح مسارات دراسية جديدة تلائم الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتوجه الطلاب إلى التخصصات ذات النسب العالية من جهة فرص العمل. وللتوصل إلى التوجيه السليم للطلاب لاختيار التخصصات وإلى تحقيق الارتباط بين التخصصات العلمية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، سيتم اتخاذ إجراءات عدة يأتي في مقدمتها إيجاد مراكز للتوجيه المهني في المدارس الثانوية والجامعات، تكون من مهمها توعية الطلبة بالتخصصات العلمية التي يمكن أن توفر لهم عملا مضمونا حال تخرجهم. يعني بعد أن شاهدنا هذا التقرير دكتور عادل، نحب نسألك ما هي خطط الجامعة المستقبلية؟ طبعا في البداية أحب أشكركم على الاستضافة. بالنسبة لجامعة الكويت في توجهات أربعة تطمح أن تحققها في خطتها الخمسية القادمة 18-22، تركز على الجودة، وبالجودة نقصد الجودة في الأداء في كل ما تقوم به الجامعة، سواء من أعمال إدارية داعمة للأنشاط الأكاديمي أو من أنشطة أكاديمية تمثل في البرامج العلمية الأكاديمية وكذلك البحث العلمي وخدمة المجتمع. التوجه الآخر هو التواجد العالمي، وهذا الأمر مهم جدا وأصبح الآن ضرورة بالنسبة للمؤسسات الأكاديمية حتى يمكن لها أن تكون على الخارطة العالمية في ما يتعلق بدخول سباق التصنيفات العالمية التي أجبرت الجامعات الآن على الدخول فيها، سواء الجامعة ترغب في أن تكون من المؤسسات المصنفة أم لا، يكون التصنيف بناء على البحث من قبل المؤسسات والجهات اللي تنشر بيانات وإحصائيات التصنيف، وبالتالي تظهر هذه الجامعات في قوائمها وفي تقاريرها اللي تصدرها. لذلك على المؤسسات الأكاديمية وخاصة جامعة الكويت أن تكون متواجدة على المستوى الإقليمي والعالمي وتقدم نتاج
الفكر العلمي لها من خلال المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية، وهذا على كافة الأصعدة بالنسبة للأنشطة والمهام التي تقوم فيها المؤسسات الأكاديمية. التوجه الآخر الثالث هو تبني الابتكار أن يكون ممارسة في داخل الحرم الجامعي، والابتكار أصبح ضرورة ومطلب الآن حتى نصل بالاقتصاد الكويتي من اقتصاد ريعي يطمح إلى الكفاءة إلى اقتصاد ابتكاري يضيف قيمة إلى الأنشطة الاقتصادية، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تنمية هذا الفكر والممارسة في المؤسسات التعليمية، لا سيما مؤسسات التعليم العالي مثل جامعة الكويت والجامعات الأخرى. والأمر الآخر من التوجهات الأربعة اللي تركزت في توجهات خطة الجامعة المستقبلية هي الاستدامة، بحيث أن تكون الاستدامة ممارسة في بناء النظم والالتزام بالعمل المؤسسي، وكذلك بالنسبة لاستغلال الموارد من حيث الكفاءة والكفاية، وكذلك الترشيد في حسن استغلال الموارد سواء المادية أو البشرية أو التجهيزات اللي تعمل من خلالها الجامعة في تحقيق أهدافها وغاياتها المستقبلية إن شاء الله. هذا بشكل عام الروح اللي تتوجه فيها الجامعة منذ العام القادم إن شاء الله 2018 إلى 2022، ونطمح أن يكون هناك دور أساسي للجامعة في المساعدة في القضايا والمشكلات والتقدم في مجال خلق الفرص والأنشطة الاقتصادية والتجارية إن شاء الله للمساهمة في تنويع الاقتصاد وتحقيق الرؤية الشاملة لصاحب السمو بتحويل الكويت إلى مركز تجاري واقتصادي. أستاذة منى، يعني هناك الكثير من الطلبة الجامعيين كما شاهدنا في التقرير يعانون بعد التخرج من يعني عدم رغبة السوق في مثلا شهاداتهم. البعض يرجع هذا الخلل إلى أن في المراحل الدراسية السابقة لم يتم توجيه هؤلاء الطلبة إلى دراسة التخصص المناسب لهم، فدور مراحل التعليم السابقة للمرحلة الجامعية. صحيح، وبداية نقول أنا سعيدة من أن أكون في هذا اللقاء في برنامج حديث الديرة. وفعلا مثل ما قلتي أن خريجين الطلبة بعد الجامعة ما يجد مجالات العمل المتاحة له حسب دراسته، وفعلا يفتقد أو يفتقد التعليم خلينا نقول بالمرحلة الثانوية إلى التوجيه. إحنا نحتاج في وزارة التربية إلى نوع من التوجيه الأكاديمي المهني للطلاب، لابد أن يبدأ من الصف التاسع بحيث أن الطالب يكتشف ما هي ميوله الأكاديمية، ومن ثم نوجهه توجيه إلى المهن. لكن هذا يتم أولا بأن يكون هناك توجيه مهني أكاديمي من الصف التاسع، ثم تنويع التعليم الثانوي أمام الطلبة بحيث يكون ليس فقط مثل ما هو الحين حاليا تعليم علمي وأدبي، لا، لازم يكون تعليم تقني، تعليم فني، تكنيكال، في مجالات العمل متاحة. وقبل كل هذا أنا دائما عندي مقولة أرددها، لابد أن نربط سياسة التعليم أو السياسة التعليمية بسياسة الدولة، بحيث أن إحنا نوضح أمام إحنا كدولة يكون مسبقا عندنا حسب خطط التنمية الموجودة احتياجاتنا من المهن اللي إحنا نحتاجها للخطة التنموية، فتكون هذه المهن واضحة أمام الطلبة. مثل يكون هناك دليل أمام الطالب لما يدخل مرحلة الثانوية، إذا أنت توجهت إلى هذا التخصص راح تكون مجالات العمل متاحة لك هذه المجالات، وأيضا يتبعها هذا التوجيه المهني أكاديمي في الجامعة، بحيث أنه لما يدخل الجامعة ما يحتار وين يروح أي كلية، فلما يختار الكلية يكون عارف أنه بعد ما يتخرج راح تكون أمام هذه المهن المتاحة لأنها متوفرة. يعني كلام الأستاذة منى ينقلنا إلى الدكتور خالد، ربط السياسة التعليمية بسياسة العمل الدولة في خطة التنمية، هل المجلس الأعلى للتخطيط عنده رؤية مستقبلية لمستقبل التعليم في الكويت؟ الله يعطيك العافية. أول شيء أشكركم على الاستضافة، وأشكركم أيضا على طرح هذا الموضوع، لأن أمانة غاية في الأهمية. وإحنا طبعا في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
يعني كرام الأخت يعني في محله أن اليوم يعني ربط مخرجات التعليم في 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 يعني في الحد من البطالة وفي حتى توجيه الشباب إلى سوق العمل بالشكل المناسب. اليوم احنا قاعدين نشوف الأخطاء السابقة، ما احنا إذا بنشوف الأخطاء ما راح نخلص يعني، لكن إن شاء الله يعني رؤية صاحب السمو 2035 اللي هي نيو كويت أحد ركائزها هي جودة التعليم. واليوم احنا عندنا صناعة، تعرفون الكويت دولة تتمتع يعني إنتاج النفط، فاليوم عندنا صناعة البتروكيماويات صناعة يعني رائدة، وعلى سبيل المثال اللي هي الصناعات التحويلية. فاليوم احنا طبعا هناك تنسيق مع المعاهد المهنية والتطبيقية من خلال طبعا وزير التربية، ان يكون هناك طبعا في يعني ربط المشاريع المستقبلية لإنتاج هذه المعامل البتروكيماوية، ويكون هناك جيل ان شاء الله يعني قادر على إدارة هذه المعامل سواء في الصناعة التحويلية او في الطاقة البديلة ايضا بإنشاء المحطات الطاقة الشمسية ايضا. فهذه كلها تخصصات يعني ما كانت موجودة. يعني اليوم انا كان في اجتماع مع رئيس قسم الكهرباء واحييه الدكتور محمد فهد الدروة، فكنا نتناقش على يعني موضوع ان يتم طبعا فتح قسم في معهد التكنولوجيا ان يخرج شباب كويتيين لتشغيل محطات الطاقة الشمسية، وان حتى ممكن يعملون صيانة حق المحطة. هذه في السابق ما كانت موجودة هذا. فطبعا انا اتفق مع اختي واتفق مع اخوي الدكتور ايضا ان يعني الخطط اذا ما كانت وفق دراسات دقيقة مشكلة كبيرة اللي هي مشكلة البطالة. اليوم اكثر الخريجين لما يتخرج اذا ما حصل على وظيفة مناسبة تتوائم مع تخصصه ومع يعني دراسته طبعا يصبح عبء على الدولة أمانة. فباختصار أنا ما بدي أخذ يعني وقت إخواني الضيوف. إحنا راح نكمل أكثر في موضوع حلقتنا ولكن بعد الفاصل. فاصل ونواصل حديثنا حول التعليم في الكويت. عودة من جديد لمواصلة حديثنا حول التعليم في الكويت. دكتور عادل، يعني إذا بنتكلم عن جامعة الكويت كونها الجامعة الحكومية الوحيدة، هناك الآن يعني منافسة من جامعات خاصة لجامعة الكويت، كيف تحافظون على مكانة جامعة الكويت وسط هذه المنافسة؟ هذا سؤالك صعب شوية، لأنه بالفعل منذ تأسيس أول جامعة خاصة في الكويت يمكن كان هناك اجتماع لمجلس الجامعة، ومن خلال هذا الاجتماع تم إقرار ضرورة دعم ومساندة الجامعات الخاصة إلى درجة أنه يسمح لأعضاء تدريس جامعة الكويت بمساندة القوة العاملة في الجامعات الخاصة، بشرط أن يكون الاستعانة بأعضاء التدريس لتدريس بعض المقررات بعد الساعة الثالثة بعد الظهر في ذاك الوقت. نحن نتكلم أكثر من 12 سنة الآن من إنشاء أول جامعة خاصة، وكان ضمن الاستراتيجيات اللي اعتمدتها جامعة الكويت انه هو يتم مساعدة ودعم الجامعات الخاصة لحين ما تصل الى مرحلة انها يمكن ان تنافس جامعة الكويت في مستواها الاكاديمي. وهذا الامر ان شاء الله نكون يعني قربنا من الوصول له، لكن اكيد مثل ما تعاني الجامعات الخاصة تعاني جامعة الكويت من بعض القصور والنواقص و الإشكالات التي يجب أن يتم حسمها، ولنا أمل كبير في أن يكون هناك قانون لتنظيم الجامعات الحكومية وإنشائها ومنحها الاستقلالية التي يمكن من خلالها أن تقوم الجامعات مثل زميلاتها ومثيلاتها في المنطقة وفي العالم بالقيام بدورها على أكمل وجه. فهذه هي العلاقة اللي موجودة فيما بين جامعة الكويت والجامعات الخاصة في الوقت الراهن، ونتمنى أن تتفوق الجامعات الخاصة يعني وتحفز جامعة الكويت أن يعني تزيد من حدة
يعني نشاطها للمنافسة فيما بينها، والمنافسة منافسة أكاديمية. نعم. يعني منافسة شريفة إن شاء الله تعالى. نعم. دكتور خالد، كان حضرتك عندك تعليق على كلام دكتور عادل؟ أنا ودي أعلق على كلام الدكتور. طبعا يعني رؤية جامعة الكويت طبعا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط أن أن التعليم طبعا اليوم الاقتصاد، أقصد الاقتصاد المعرفي، لا أثر كبير في العالم. على سبيل المثال اليوم لما نشوف أنه والله تكنولوجيا النانو مثلا يعني هذا تحيز من الاقتصاد المعرفي مثلا. نعم. لما نشوف أنه مثلا عندنا الهند متخصصين بال يعني بالآي تي، ولما نشوف أن دول العالم قاعد يستقطبون الطلبة اللي من الهند، فإحنا أتمنى إن شاء الله أن نكون بهذا المستوى بالنسبة للكويت، أن نؤهل شبابنا. والجامعات الخاصة طبعا احنا ودنا يكون يعني التنافسيه، ان يعني مخرجات التعليم يصير في يعني تنافسيه بين جامعه الكويت والجامعات الخاصه. لكن انا عندي تحفظ بسيط، يعني ان يعني اختيار يعني التخصصات امر مهم جدا. يعني انا ما مثلا ما اختار والله تخصص يعني غير موجود في سوق العمل، يعني هذه يعني راح تكون ما نقال يعني كارثه بالنسبه للطالب لما يدرس 4 سنوات وينصدم بالواقع انه ما يحصل له وظيفه. فهذه طبعا من ضمن اولوياتنا احنا في المجلس الاعلى للتخطيط، ان احنا قاعد يعني قاعد ننسق مع المجلس الاعلى للتعليم، لانه هو يعني هو طبعا خاص في اداره الجامعات الخاصه ايضا المجلس الاعلى للتخطيط، وأن يكون هناك تنسيق ل يعني نشوف شنو احتياج سوق العمل بالنسبة لحق الخريجين. نعم. أستاذة منى، يعني هناك انتقاد سواء من الجامعة الحكومية أو من الجامعات الخاصة بمخرجات التعليم الثانوي اللي يدخل إلى الجامعة، يعني ويعني يشتكون ان الخلل من التعليم، المراحل التعليم التي تسبق التعليم الجامعي. طبعا التعليم. اذا يعني اذا كان يحكم على مخرجات التعليم المرحله الثانويه، طبعا نهايه مراحل التعليم كلها الابتدائي المتوسط والثانوي، سواء طبعا انا من ساعه اتناقش مع الدكتور عادل اقول بالنسبه للقدرات الاكاديميه، مقياس الجامعه عندهم بالنسبه للقدرات الاكاديميه. انا كنت في يوم من الايام دائما انا حريصه على اني اقرا تحليل نتائج القدرات الاكاديميه. نعم. هو لما تقولين الخلل في المخرجات التعليم، منظومه متكامله. نعم. فيها منهج وفيها معلم وفيها طالب وفيها عناصر كثيره تاثر على المخرجات. نعم. لكن دائما اقول يعني اذا احنا كنا نبي نعرف سبب الخلل، لازم نشخص نعرف وين الخلل موجود، نشخص. نعم. المريض الشخصين عشان تعرفين اسباب المرض. نعم. فعندك اذا عندك خلل لازم تشخصينه، تعرفين وين المرض، وين الخلل، هل هو بالمعلم وهل هو بالطالب او هو في المنهج. الجامعه يعني شيء وايد حلو، هم من عندهم من فترة طويلة هيئة الاعتماد الأكاديمي، لكن أنا لما الحين قال الدكتور عادل وأنا حرصت أني أسجل النقاط الأربع اللي قالهم في رؤيتهم، اللي هو الجودة في الأداء الأكاديمي والبحث العلمي. متى ما طبقت الجودة في أي عمل، تحرصين أن تكون مخرجاتك على مستوى عالي من الجودة. فيليت يعني وزارة التربية بدال ما يكون لنا كل سنة، وأنا كنت من ضمن أعضاء في يوم من الأيام، كنت حريصة وأنادي بأن الجودة، يعني يمكن أنا يمكن مطلقين علي اسم الجودة، فالجودة الشاملة في التعليم ضرورية جدا حتى أحكم على مخرجاتي وأكون عندي مخرجات ذات كفاءة عالية وقادرة أنها تنتظم في كل مجالات التعليم العالي. يعني فإحنا نحتاج إلى ضبط جودة التعليم في وزارة التربية والتعليم عموما في دولة الكويت، مراحل التعليم العام. غير أنه بس أنا ودي أضيف لأختي الله يحفظك، يعني غير أنه هي كلامها طبعا سليم، أن اليوم عندنا لما أشوف أنا المعلم ولما أشوف المنهج لما أشوف المدرسة خلينا نقول أو الإدارة، اليوم من الصعب أن أبدأ
يعني بجزء من المشكلة وأترك الأجزاء الثانية، لأن قضية التعليم الإصلاح لازم يكون بالأجزاء متكاملة. اليوم احنا قاعدين نشوف لما الكويت، وللأسف أقولها بكل أسف يعني، لما يخضعون طلبتنا لاختبار تيمز ويطلعون يعني بيننا وبين سنغافورة جاب كبير، يعني ونكون احنا في مصاف الدول الأفريقية، هذا أمر محزن وهناك خلل. وطبعا يعني وزارة التربية أقرت بهذا الخلل وقاعد يشتغلون مع البنك الدولي الآن، وصار لهم فترة، لكن يعني طولت المسألة يعني. يعني اليوم احنا قاعد نشوف يعني أقاطعك دكتور خالد، هل مثلا يمكن أن أحد الحلول المطروحة مثلا إعادة النظر في بعض المناهج التعليمية أم في المنظومة؟ جزء طبعا، لا مثل ما تفضلت الأخت، هذه يعني منظومة كاملة. الحل ما يصير أنا أخذ جزء وأترك أجزاء. وبعدين غير هذا أن احنا يعني قاعد يركزون على التعليم فقط، لكن نسينا أن التربية أهم. اليوم احنا قاعد نمر، شبابنا للأسف يعني قاعد نمر ببعض الثقافات اللي قاعدة تهدم المجتمع، يعني العنصرية والتفرقة والمذهبية والأشياء هذه اللي ما كانت موجودة أصلاً في أيامنا على الأقل يعني. فهذه أشياء طبعاً، وإحنا دائماً للأسف يعني قاعد يحملون المعلم كل شيء. لا، هذه قلت لك منظومة، أهم الآباء لهم دور، فالحل لازم يكون بشكل منهجي ومتكامل يعني. دكتور عادل، يعني احنا نتقدم من مخرجات التعليم الثانوي، لكن ايضا هناك انتقاد لمخرجات جامعة الكويت ان احيانا يدرسون تخصصات غير مناسبة لسوق العمل، فألم يأن الأوان بالجامعة لإيقاف مثلا بعض التخصصات اللي ما يحتاجها سوق العمل؟ هذا الموضوع ساخن ويعني في كلام كثير جدا، لكن يمكن لإيصال الفكرة أختصر كلامي في ذلك. صحيح، مخرجات الجامعة مثل أي مخرجات مؤسسات أكاديمية في التعليم العالي ليس جميعها تناسب احتياجات سوق العمل بشكل متكامل. هناك ثقافات يجب أن تنمى من خلال التعليم العالي، هناك فنون يجب أن تمكن في المجتمع ويكون مسؤول عنها مؤسسات التعليم العالي، علاوة على المخرجات اللي تناسب سوق العمل. المعادلة ليست بشكل يعني خطي، بحيث أنه أنا لما أخرج يعني طالب في تخصص المحاسبة معروف مكانه، في تخصصات أخرى يتم تخريجها وسوق العمل يطلبها ولا تستوي. يعني مثلا الآن في كثير من المؤسسات في القطاع الخاص، خاصة شركات الاستثمار وبعض البنوك، تطلب خريجين من تخصصات الرياضيات والفيزياء، وهذا أمر غريب، لكن لهم وظيفة معينة موجودة في هذه المؤسسات تتطلب الأدوات والمعارف اللي يتزود فيها الطالب لاكتساب مهارات ذهنية وشخصية، من خلالها يكون هو أقدر على التعامل مع ضغوط ومتطلبات هذه الوظيفة بالذات. وما راح أسمي الوظيفة، لكن هذه معروفة عند المختصين. لذلك هذا الأمر موجود. هناك حاجة شديدة لهذه التخصصات كذلك في مجال التعليم وفي مجالات أخرى، لكن هناك عزوف من الطلبة الدخول في هذه التخصصات نظرا لصعوبتها. الأمر الثاني، هناك تخصصات مطلوبة وهناك عزوف من الطلبة نظرا لأنه لا يوجد كادر يميز هذه التخصصات، والكادر يعني أبنائنا، هذا أمام شاشة التلفزيون وأمامكم أقول أبنائنا أذكياء ينظرون للمستقبل الوظيفي، وبالتالي أي وظيفة أي تخصص فيه كادر يعني محفز هو المحفز الأول للطالب في اختيار التخصص. احنا راح نتحدث بالتفصيل أكثر عن هذا، ولكن بعد الفاصل. إن شاء الله. فاصل ونواصل حديثنا حول التعليم في الكويت. عودة من جديد لمواصلة حديثنا. ودكتور عادل، كان عندك تعليق على كلام الدكتور خالد، عفوا، كان عندك تعليق على كلام دكتور عادل. هل فعلا يعني خلال مجلس الأعلى للتخطيط
تنظرون إلى هذا الأمر بعين الاعتبار؟ طبعا مثل ما قلت لك أختي بالسابق أن إحنا راح نواجه يعني لما نشوف عدد الخريجين بهذا العدد وسوق العمل مو قاعد يعني ياخذهم او يعني ما في استيعاب لهم يعني معناته ان هناك خطر. فاليوم ما شاء الله يعني شوف حتى جامعة الكويت عندهم يعني بعض التخصصات اللي الكويت رائدة فيها يعني صراحة، خصوصا لما نشوف والله يعني لما تقول تقييم الجامعات انا اقول يعني كلية الهندسة في جامعة الكويت والطب على مستوى عالي على مستوى المنطقة. فانا يعني ضد لما يقولون انه والله تقييم جامعة الكويت انه سيء، لا يعني في الجامعات اساسا التقييم يكون على الكليات نفسها. يعني كامبريدج مثلا في يعني عندها قسم يعني تم اعتماده بالتعليم العالي، قسم ثاني غير معتمد، فما هي معيار على اسم الجامعة نفسها بعد يعني. نعم. دكتورة منى كان عندك تعليق؟ لا، بالنسبة للتخصصات النادرة أو عزوف عموما الطلبة يعني نعم. شوفي في تخصصات يعني البنات يقبلون عليها بكثرة، وفي عزوف من الشباب. يعني لما احنا كنا في وزارة التربية شوفي المرحلة المتوسطة والثانوية فيها المعلمين الكويتيين في تخصصات معينة نادرين، منهم الفيزياء. أنا قاعدة أقول حق الدكتور عادل ما في معلمين كويتيين كثيرين في مادة الفيزياء، نادرين يعني على عدد الأصابع اليد تلقين، مع أنه هو تخصص يعتبر من التخصصات النادرة، يصرف له بدل تخصص نادر وياخذ بعد عليه كادر، ولكن مع هذا تلقين الطلبة ما يقبلون عليه. وفي تخصصات مكوتة 100% تربية البدنية، تربية فنية، تربية إسلامية، اجتماعيات، هاي مواد فيها نسبة. تلقى في مواد مثلا الرياضيات ومثلا في اللغة العربية العلوم في نسبة يعني حلوة، بس مو 100% بالنسبة للكويتيين. يعني احنا كشباب يعني انا ذاك اليوم كنت اتابع بالتويتر كان في هاشتاج موجود توظيف خريجين التاريخ، يمكن شاف الدكتور عادل، كان يطالبون خريجين التاريخ اللي هم دارسين عام هم متخصصين بالتربية انهم يتوظفون في وزارة التربية كمعلمين. طبعا يمكن لان ما اللي قولهم يمكن نسبة التعيين الكويتيين نسبة عالية في مادة الاجتماعيات والتاريخ، يمكن في الفلسفة يعني في احتياج الكويتيين او في مواد ثانية. احنا ما احنا نقول في حالة وجود الاعداد كبيرة من البطالة من الطلبة الخريجين حسب ديوان الخدمة وإعادة الهيكلة عندهم وايد حلول طيبة، قاعدة في جهود طيبة أنها توظف الطلبة وتأهلهم لوظائف يمكن ما تمشي مع تخصصاتهم حتى يجدوا لهم أماكن عمل. لكن إحنا ممكن يعني ممكن مثلا إذا إحنا أنا لما أتكلمش عن وزارة التربية، خليني أنا بدال معلم ما يأخذ له صفين إذا نصابه يعني 9 حصص أو 8 حصص، خلي أقلل نصاب المعلم، أحط يعني عدد معلمين يصير عنده صف واحد يعطي المعلم أكثر ويرتاح أكثر ويكون نتيجة علاقته مع الطلبة وتدريسه أفضل. يعني ممكن إحنا ندرس أسباب أول شيء إن الطالب لازم يتوجه قبل ما يدخل الجامعة شنو الوظائف المتاحة أمامه. وأنا قلت إياها عيالنا لما يروح الجامعة ما يدري يحتار شي يختار لأنه ما عنده علم شنو الوظائف اللي موجودة بالدولة ويقدر يدخلها. هذه مسؤولية منه أن تنوير الطلبة بمعرفة مستقبلاتهم. والله مسؤولية وزارة الدولة كلها مسؤولية. بداية أنا قلت لك إياها من وزارة التربية لازم أوجه الطالب، هم الجامعة يجيهم الطالب خريج إذا كانت التخصصات وهم عندهم الطلبة يعني كثير من الدول قاعدة تسوي توجيه مهني أكاديمي للطالب الخريج الثانوية قبل ما يدخل الجامعة بحيث أن الجامعة تستقبله. هو أنا عندي كل التخصصات بالجامعة متوفرة، أنت وين ما تروح أشوف هم الجامعة إذا كان في قبول. يعني مثلا عندك تعليم التطبيقي كلية التربية الأساسية عندهم يعني كنت عام بالوزارة عندنا 200% زيادة رياض أطفال. إيه فالحين وايد وايد زيادات الأعداد. المفروض هذا التخصص ما يعني يتم نقلل الأعداد بحيث إنه ما نستقبل. لكن عندك تخصص اللغة الفرنسية ما عندي معلمات لغة فرنسية كويتيات،
مو هني لازم اشجع البنات والطالبات المتخرجون، ترى عندكم تخصص اللغه الفرنسيه مطلوب، فما تخرجين تروحين كليه التربيه تخصص سواء جامعه الكويت او التعليم التطبيقي راح تلقين لك وظيفه على طول. تخصص اللغه الانجليزيه موجود، يعني لازم توجيه للطلاب سواء من طبعا بدايه المرحله الثانويه او من الجامعه، حتين التعليم التطبيقي والجامعه يتعاونون بحيث التخصصات اللي فيها زيادات يقللون، لان الطالب دخل ودرس وتخرج خلاص توهق، مثل الطلبه اللي الحين دخلوا تاريخ وقاعدين يدورون الوظيفه يقولون وظفونا في كمعلمين. يعني هذا هم يطرح تساؤل، هل لابد من ربط مثلا الشهاده الدراسيه بمثلا الوظيفه اللي اكيد طبعا راح يشتغل، لان في كثير يعني من دول العالم. انا بس بقول لك على سبيل المثال اتفضل. مثل ما طرحت الاخت منى، يعني سويسرا الان بعد خريجين الثانويه العامه عندهم 70% يروحون حق المعاهد المهنيه والتقنيه التطبيقيه، 30% قاعد يروحون حق الجامعه. فاحنا بالعكس لما نشوف خريجين المعاهد عندنا بالتعليم التطبيقي قاعد يستوعبهم القطاع الخاص، خصوصا يعني القطاع النفطي الخاص قاعد يستوعب اعداد مثلا الخريجين الميكانيك والالكتريكال والتخصصات هذه اللي مهنيه. فهذا الكويت فيه فرص ان شاء الله، بس لكن يعني المساله ما هي يوم وليله، تبي يعني على لونج تيرم فيه ان شاء الله اشياء يعني راح يعني تحل اغلب هذه المشاكل ان شاء الله. نعم. اذا سمحتي لي بس تعليق بسيط بالنسبه للموضوع عمل الموائمه فيما بين التخصصات وحاجات سوق العمل. ممكن عمل موائمه الى درجه معينه ثم بعد ذلك يعني لا يمكن، لازم يتم تخريج تخصصات تخدم أغراض وأمور أخرى ليست متعلقة بوظيفة ومستقبل وظيفي فقط. لكن هناك واجب على هذه المؤسسات ومنها جامعة الكويت أن هي تسعى لخلق الفرص. ويمكن لو رجعنا إلى يعني الناحية الدستورية فإن واجب الدولة أن هي تتيح وتخلق الفرص للعمل لمواطنيها، وخلق الفرص لا يعني ضمان الوظيفة الحكومية، إنما يعني خلق الفرص الاقتصادية التي يمكن من خلالها أن يجد الفرد مصدر لكسب قوته، وهذا قد يكون في عمل خاص، في مبادرة شخصية، في العمل في قطاع خاص، في أيضا ارتباط بمؤسسات يعني عاملة سواء في القطاع أهلي أو قطاع خاص أو حكومة. هذا دور الدولة وهذا دور المؤسسات اللي يجب أن تساعد في هذا الاتجاه. لذلك احنا نتكلم في الجامعة عن مبدأ الاستدامة، والاستدامة يعني أن يكون لمؤسسات الأكاديمية دور في خدمة المجتمع من خلال تلمس القصور والحاجات، ومن خلالها تحاول تقدم الحلول كنتاج للبحث العلمي وكنتاج للأنشطة الذهنية والفكرية، من خلالها تساعد في فتح الأفق. وهناك يعني يمكن قد لا يتسع الوقت في البرنامج لذكر بعض الأنشطة والبرامج والمبادرات اللي بدأت فيها جامعة الكويت منذ سنتين تقريبا، ولله الحمد حققت نتائج جيدة. منها على سبيل المثال أمر بسيط جدا، هو أن الطالب في الحياة الأكاديمية يأخذ جرعة أكاديمية معرفية مناسبة تؤهله بعمق معرفي مناسب، لكن ينقص مهارات وينقص أدوات يعني تساعده في أنه يأخذ روح المبادرة. والآن يدخل الطالب من خلال مشاريع التخرج خاصة في كلية الهندسة، في كلية العلوم، في الكليات الأخرى مثل العلوم الإدارية والحياتية، بمدة فصل دراسي كامل يدربونهم على مهارات غير أكاديمية، في مهارات الإدارة والقيادة والتسويق وإعداد الدراسات الجدوى،
حول مشروعهم الخاص بالتخرج اللي هو ما هو خارج متطلبات تخرجهم، ويتخرج الطالب أكثر ثقة وعند أفق واسع بأنه هو ينظر للفرص جميعها كفرص متاحة للعمل، وبالتالي هذا الأمر مهم جدا. ويمكن الاسم الشهير لهذه المبادرة بجامعة الكويت، وأبشركم أيضا أن ليست جامعة الكويت فقط من باب المنافسة، مفتوح الأمر، وهناك 8 جامعات مع جامعة الكويت هي العاملة تعيم التطبيقي والتدريب، و6 جامعات خاصة كلها مشاركة في مبادرة جامعة الكويت. والمشروع هذا ليس مشروع جامعة الكويت تملكها، إنما مشروع جامعة الكويت تقدمته للكويت تحت مسمى ستارت اب كويت. هذا الأمر في مبادرة ويستجيب لاحتياجات على سبيل المثال الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى يجهز الشباب والخريجين ليكونون قادرين أكثر على الحصول على الدعم والتمويل من هذا الصندوق والفرصة المتاحة اللي تحتها الدولة. هذه واحدة من الأمور اللي من خلالها تحاول الجامعة أنها تأخذ روح المبادرة وتقدم شيء لشبابنا وأبنائنا، حتى نحاول أن احنا نساعدهم في خلق الفرص الاقتصادية والعمل بالنسبة لهم. هذه المفاهيم اللي احنا ودنا يعني تكون واضحة بالنسبة، إذا اللي نقوله قاعدين نعمله إن شاء الله تعالى في 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 توجهاتنا المستقبلية اللي هنا بدأناها في الواقع ترى من سنتين يمكن في العمل في هذا الجانب. بس حبيت أنوه عشان أعطي روح تفاؤل شوية للجلسة. إن شاء الله نكون متفائلين دكتور عادل. راح نتحدث أكثر أيضا عن هذه المبادرة لكن بعد الفاصل. فاصل ونعاود حديثنا حول التعليم في الكويت. عودة لمواصلة حديثنا حول التعليم. أستاذة منى، يعني دكتور عادل ذكر لنا أن الجامعة عندها خطوات مستقبلية للتعليم الجامعي، ماذا عن المراحل اللي تسبق التعليم الجامعي؟ يعني وزارة التربية هل لديها رؤية تواكب هذه الرؤية للتعليم الجامعي؟ طبعا أنا الحين أتكلم بالصفة شخصية، يعني ما أمثل وزارة التربية. إيه توكل مساعد سابق إيه؟ بس أكيد طبعًا. يعني أنت أخبر أنا وزارة التربية. أنا أقول لك أمانة يعني إن لازم يعني إحنا في مرحلة الحين لازم مو بس وزارة التربية، كل مؤسسات الدولة ترسم خارطة الطريق لتحقيق رؤية صاحب السمو اللي هي 2035 اللي هي أن تكون الكويت مركز مالي اقتصادي. إحنا بحاجة مثل ما قال الدكتور عادل، الجامعة قاعدة تهيئ الطلبة بتزويدهم بالمهارات والقدرات بحيث أنهم يكونون قادرين من الناحية المعرفية والمهارية أنهم يمارسون الأعمال. ونشوف ما شاء الله الحين ما شاء الله المشاريع الصغيرة والشباب والبنات يعني قاعدين يشتغلون وقاعدين ينتجون، يعني الطاقات الشبابية موجودة وعندها قدرات ولكن ومهارات، لكن تحتاج إلى تنمية وإلى توجيه أن توجيههم للطريق الصح. وزارة التربية لابد أن يكون عليها، هم في عندهم مشروع اللي هو مشروع التاجر الصغير، لأنهما نوع من المشروع إنه يدربون الطلبة في المرحلة المتوسطة لأنه يملك مهارات التاجر الصغير وشون يكون مشروع وشون ينجز، وشاركوا في كثير من المعارض والمحافل. لكن أنت علشان تكملين الجامعة من الصغر تغرسين هذه المهارات والسكيلز والقدرات عند الطالب علشان يقدر يكمل كل المراحل التعليمية فيدخل الجامعة تتلقى الجامعة وتهذب وتنمي أكثر. فإحنا بحاجة في وزارة التربية دور المناهج المدرسي هو اللي لما تغيرينه بحيث أنه يكسب الطالب مهارات وقيم تساعده على أنه تكون عنده حب المبادرة والعمل الحر وشلون يعني يعمل المشروع وأن يكون قادر على أنه يدخل سوق العمل، هني تكمل عليه الجامعة. وزارة التربية محتاجة وفي حاجة ضرورية أنها توجد، ليست كمشروع نشاط يقوم فيه الطلبة، لا ضمن المنهج، يكون ضمن المنهج الدراسي. ترى كان عندنا إحنا ضمن اختيار الحر في المرحلة الثانوية مقرر التطوع وكان مقرر وايد حلو وايد جميل والطلبة حبوه وكان يطلعون على المؤسسات ويمارسون ناحية التطوع، لكن وقف لأنه صار فيه
مثل ما تقولين ما في بعض الـ الإشكاليات اللي صارت مع المؤسسات. أعيد المناهج وأعيد ترتيبة المنهج بحيث أني أحرص أني أكسب الطالب هذه المهارات القدرات المهارية بحيث أنه نكمل على عمل جامعة فتلقين يطلع لنا المخرجات جاهزة سواء سوق العمل أو هو بيسوي مشروع صغير، وما شاء الله عندنا مشاريع صغيرة ما شاء الله بادية وبكثرة. يعني دكتور خالد تعليقك أنا على كلام أستاذ بنا وعلى كلام أنا أتفق مع الأخوان طبعا لذلك يعني بس مصداق الكلام أختي أن لما نشوف مخرجات المدارس الخاصة تلقين خريج المدرسة الخاصة يكمل دراسته في مثلا جامعة هارفورد أو الماي تي أو الجامعات اللي لها يعني تخصص ما شاء الله ولها، بس لما نشوف أن طالب المدارس الحكومية ما يقدر، ومو ذنب الطالب نفسه يعني ممكن والده ما عنده هذيك القدرة أنه يعني دخل المدرسة الخاصة. فلذلك من ضمن الأفكار أو الخيارات اللي راح نقدمها في المجلس الأعلى إن شاء الله هو يعني عمل يعني بايلوت بروجكت في كل محافظة مثلا لمدرسة خاصة، ويكون نظام يعني الفاوتشر التعليمي ونشوف إذا والله نجح، لأنه في النهاية احنا كل ما نزيد عدد من المدارس أو الجامعات هذه طبعا عبء على الباب الأول على ميزانية الدولة سواء في تعيين المعلمين والمعلمات يعني، والنهاية احنا عندنا عجز في الميزانية. فلذلك يعني لازم الدولة الإدارة العامة للدولة تشيل إيدها بالتدريج وتكون كرقابة تراقب على جودة التعليم طبعا أن ما يكون هناك احتكار مثلا أو انحراف مثلا في المناهج، وهذا الدور وهذا يعني بالتدريج تشيل إيدها الدولة ويكون حتى يعني المخرجات تكون على قدر من المسؤولية ومتعلمين، لأن في النهاية راح يكون تنافسية يعني كل مدرسة خاصة راح تحرص أنها تختار نوعية عالية من المعلمين وجودة التعليم راح تكون عالية ويكون في تحفيز ويكون في حتى عندهم برامج تكون مختلفة عن كل مدرسة، وهذا إن شاء الله في يعني طور الإنجاز والتنفيذ إن شاء الله. دكتور عادل يعني مثل ما ذكرت أن خريجين الجامعات يذهبون إلى سوق العمل أما يتجهون إلى القطاع الحكومي أو إلى القطاع الخاص، لكن المشكلة اللي تواجه خريج جامعة الكويت في القطاع الخاص أن القطاع الخاص يمكن يشترط على الخريج أو يعني على المتقدم للوظيفة أنه يجيد مثلا اللغة الإنجليزية أو بعض المهارات المعينة اللي البعض يقول أنها قد تتواجد في خريجين جامعات الخاصة وقد يعني يعاني منها خريج جامعة الكويت، يعني شنو تعليقك؟ كلام سليم هذا ومأخوذ بعين الاعتبار، ولذلك يمكن المثال اللي ذكرته من أحد المبادرات كمشروع هو لاستكمال مجموعة المهارات اللي يتمتع فيها الطالب إلى أن يتخرج، وبالتالي يستطيع أن يعني يكون منافس على مستوى بالنسبة لاحتياجات الوظيفية للقطاع الخاص. القطاع الخاص بشكل عام حسب ما يعني نعرف بعلاقتنا القريبة من كثير من المسؤولين في القطاع الخاص يتطلب المهارات والسمات الشخصية بشكل كبير جدا، ويعني يثمن الاعتمادية على النفس، ما يدقق كثير في عمق المعرفة اللي هو عادة الجامعات الحكومية خاصة في الوطن العربي تركز عليه وتهمل الجانب الشخصي والمهاري. لذلك احنا بدأنا في هذا المشروع، وكذلك الآن ضمن ما تقوم فيه كليات الجامعة من متابعة رفع مستوى الجودة ومراجعة مناهجها تدخل ما يسمى بالأهداف المهارية ضمن متطلبات مقرراتها، ويتم قياس أدائها من خلال أدوات القياس المعروفة والمختلفة. هناك يعني حركة داخل الجامعة ولو بدأت يعني بشكل يعني متسارع أنه يتم إعادة صياغة طريقة وأساليب التعليم داخل الفصل الدراسي وداخل الحرم الجامعي من خلال إضافة تجارب وخبرات من خلالها الطالب يتعرض
لهذه الحالات من خلالها يمكن للطالب أن ينمي مهاراته. والجامعات ما تكون جامعات إن لم يشترك فيها الطالب بأنشطة بحثية وكذلك أنشطة تطوعية وأعمال أخرى يمكن إحنا نستعيرها من وزارة التربية يسمون الأنشطة اللاصفية. إحنا ما عندنا شيء اسمه أنشطة لاصفية لكن عندنا أنشطة خارج الفصل الدراسي يقوم فيها الطالب من خلال انتمائه إلى ما يسمى بالأندية الطلابية أو الروابط. إحنا يعني توجهنا قوي جدا بالنسبة لطلبة الجامعات في الحركة السياسية من خلال اتحادات طلابية من خلال روابط، لكن هناك ما يسمى بالنوادي الطلابية اللي يتجتمع الطلبة من خلالها حول التخصص اللي يمثلهم وبالتالي يقومون بتنمية خبراتهم العملية من خلال ارتباط بالمؤسسات اللي يعني تعمل من خلال هذا التخصص وبالتالي تضيف إلى العملية الأكاديمية. كذلك في توجه لإشراك الطالب في البحث العلمي وهذا أمر ضروري ومهم جدا جدا راح يعني يكون فارق ومميز لخريج جامعة الكويت عن بقية الجامعات. وأكيد هناك تخصصات علمية يعني غير مجدية بالنسبة للجامعات الخاصة لأن نموذج الجامعة الخاصة نموذج ربحي يجب على جامعة الكويت أن توفرها وبالتالي هذه ما فيها مناص يجب أن تكون موجودة وتوفرها جامعة الكويت. يعني احنا الحديث عن التعليم في الكويت يطول ولكن يعني وصلنا الى نهاية حلقتنا. ابي اخذ كلمة اخيرة من حضراتكم ونبدي بالدكتور خالد كلمة اخيرة. انا طبعا اوجه لكم الشكر مرة ثانية واشكر الاخوان اللي ما شاء الله اثروا الموضوع امانة. وانا بوجه رسالة يعني الى الاباء والى المجتمع كله يعني ان التعليم شيء مهم جدا ولازم دور الاباء ودور حتى المعلمين اللي هم اباء اصلا يعني في النهايه المعلم قدوه يعني ولا اثر كبير على الطالب نفسه. فاغلب المتفوقين او اصحاب البراءه الاختراع او المخترعين سبب تفوقهم معلم او معلمه مثلا كانت مساندة له والروح الإيجابية لازم تكون موجودة. شكرا جزيلا لحضرتك. أستاذة منال. طبعا احنا شاكرة اولا اكون في هذا اللقاء مع اخواني دكاترة، فرصة سعيدة التقيت فيهم. واقول ان انا دائما انا هذه امنيتي ان نربط السياسة التعليمية بسياسة الدولة وان نتضافر كلنا كمؤسسات بان نرسم خارطة الطريق لتحقيق رؤية صاحب السمو الله يحفظه إن شاء الله بحيث أن تكون الكويت مركز مالي وتجاري. هذا ما يجي من مؤسسة واحدة، من كل مؤسسات الدولة لازم تتشارك كلها في رسم خارطة الطريق والله الموفق إن شاء الله يوفق الجميع. ودكتور عادل كلمة أخيرة. شكر للقائمين على البرنامج ولك شخصيا وإحنا يعني تشرفنا بوجودنا معاكم. الرسالة أعتقد المهمة جدا أنه في ظل الأزمات المالية والاقتصادية تزداد أهمية الاستثمار في التعليم. هذا أمر مهم وأتمنى أن يكون بالفعل الاهتمام بالتعليم والاستثمار في التعليم هو الأولوية في هذه المرحلة اللي احنا نمر فيها. كل الشكر لكم. كل الشكر لكم دكتور عادل الحسينان نائب مدير الجامعة للتخطيط، وكل الشكر لك أستاذة منى اللغاني الوكيل المساعد السابق في وزارة التربية، وكل الشكر لك دكتور خالد راشد بن شبعان عضو المجلس الأعلى للتخطيط. مشاهدينا شكرا لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.